بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كما كتعرفوا الفاجعه اللي كانت في الديبو ديال الطاك اللي هو شركه جديده, يعني كما كيعرفوا مع المولى الساكن ديال حي جمال لا والو, كاين الناس اللي مريض حتى بغاو يهدموا واحد السقيفه اللي طاحت بواحد الشكل غير متوقع, يعني بزاف ديال الحمام طار والغبره كتشوف واحد الديكور يعني غتفاجئ. كاين الساكنين ديال حي جمال الناس, كاين اللي الناس مراض, كاين اللي المراه حامله مسكينه بزاف الحوايج يعني غتخلع, يعني انسان كنا داروا واحد المكبر صوتي وعلى المساكنه ديال حي جمال وقالوا لهم يعني راه كاين واحد الاشغال غتصبروا معنا واحد نص ساعه ولا خمسة دقائق, يعني ما علمو حتى شي واحد. الناس هنايا تخلعات بصح, الناس لا اله الا الله كلشي كيطال من الشراجم, تشوف واحد الديكور تقول شي زنزال ولا شي حاجه. كنتمنى من الناس ديال هاد الشركه هادي من بغاو يديروا هاد البادره هادي يبدلوا هاد البنيه اللي كانت واحد المده قديمه, يعني يعلموا الناس ويعلموا بزاف الناس باش يكونوا على علم. ماشي الانسان مريح مع ولادو في الدار كيسمع باق, يعني بنادم كيتخلع. كاين اللي انسان مريض وبزاف الحوايج الله يحسن العوان. كنتمنى ان شاء الله الناس تاخذ بال هاد النهار هذا بطبيعه الحال ممكن ياثر على الساكنه, ياثر على بزاف الحوايج, المنازل بزاف الحوايج, كاين اللي مسكين يدير القبص, كاين اللي بزاف الحوايج يقدر يريب ليه ولا عنده اصلاحات في الدار. يعني كنتمنى ان شاء الله يكون شي خير ان شاء الله من القدام والسلام. سمعتوا واه خويا سمعنا بحال شي هز ارضيه بحال الدار زعزعت شي حاجه تزلزلت صافي وضني طلينا وداكشي لقينا الديبو لقينا كاع داكشي كله نزل. تخلعوا الدراري كنتو كتاكلوا كنتو اش متوقعتوا غادي يكون الدراري في المدرسه عمني, وحنا قلنا شي حاجه شي هز ارضيه ولا شي حاجه تخلعنا عرفتي داكشي دار نزل كامل الديبو كامل نزل والحمد لله ما تكونش خسائر ديال البشر داكشي طلبوا الله تعالى ما يكونش خسائر بشريه واقفين زعما موالين اللي خدامين كان هذوك موالين كيحفروا كيريبوا في شي بلاصه وكيصوبوا في الرجال اللي من لهنا صافوا شويه مني زعزعوا واقيلا مني داروا داك الطاكس طيح هذاك وينزل كامل كله نزل لانه ما راشي لا قبل اش كانوا كيحطوا فيه طوبيسات طوبيسات نيت هذوك جابوا الله دابا الطوبيسات خارجين شي طوبيسات طاك كلهم اللي كيركبوا فيه. السلام عليكم خويا, كنا مريحين في الدار شويه كنسمعوا الزعزع ديال الطاك, شي حاجه خدامه في الطاك شي شويه كنطل من الشرجم كيبان لي كلشي كيريب, كانت الاشغال كانوا العمال والاشغال شويه كيبان لي داكشي كلشي جاي بحال هكا جاي هابط داك با الدور تزعزع. الوالده تخطفات من البلاصه كانت مريحه وهي تخطف. واش غنقول لك اخويا, جاب الله ما تقاش شي واحد والحمد لله داز سالمه الحمد لله. هادشي اللي غنقول لك واش احنا كنسمعوا الزعزع في الاول بحال شي زنزال, حنا صحابو الزنزال تبقى ما تسمعش ديك باق راه كنا غادي نهربوا من الدار كنسمع الزنزيل حدا راسك بنادم كيتحرك بحال ماك شويه كنسمع ديك باق صافي راب طاك راب